تسليط الضوء على احتياجات واقتراحات الفاعلين الاقتصاديين في مختلف المجالات من أجل تعزيز التعاون والشراكات لخلق ديناميكية اقتصادية في الجزائر هو ما يسعى لتحقيقه المنتدى الدولي للأعمال والاستثمار. جاءت مؤسسة الدراسات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات بتنظيم المنتدى الدولي للأعمال والاستثمارات، وهذا يعني رغبة منها في الانخراط في الديناميكية الجديدة التي انتهجتها الحكومة، ألا وهي الانتقال من اقتصاد كان مبني على الربح إلى اقتصادات أخرى، وأهمها هي الاقتصادات يعني التي تنطلق من الاستثمارات. كما شكل هذا المنتدى فرصة للبحث عن مختلف السبل والإجراءات لتسهيل العمليات الخاصة بالمستثمرين الجزائريين والأجانب، خاصة المصدرين منهم للولوج إلى مختلف الأسواق الأوروبية والإفريقية. نحن نشارك اليوم في هذا المنتدى لأننا جد مهتمين بالمحاور التي يتطرق إليها، خاصة تلك المتعلقة بالخروج من هيمنة المحروقات. اليوم نحن نعمل على تطوير الشراكات بين البلدين في المجال الفلاحي والطاقوي. المنتدى الدولي للأعمال والاستثمار يعتبر منصة للجمع بين المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب من أجل تبادل الخبرات والعمل على تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر وإفريقيا.